اتعلموا مني قبل ما اروح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نقوم باستعراض منتجات عديدة من ستاندات مخصصة للجوال، وأيضا بالإمكان استخدام بعضها للكاميرات. أول منتج لدينا الآن سوف نقوم بتفكيك الكرتون، والمنتج هذا عبارة عن حامل للجوال تضعه يعني على باب أو على أي سطح يعني سمكته ضعيفة أو سميكة، وكما ترون يعني يكون يثبت بالشكل الظاهر أمامكم. طبعا عندنا المنتج الثاني وهو منتج قيمته 17 ريال أو 18 ريال مع التوصيل، هو من كل يعني أجزاء كلها من البلاستيك، وكما ترون يعني أمامكم تستطيع يعني أنك تحرك الكاميرا إلى 360 درجة إلى الأعلى والأسفل، يعني 360 في 360 يعني جدا جميل. طبعا الجهاز هذا رخيص وجدا جميل. طبعا عندنا المنتج الثالث، وهذا المنتج سعره 38 ريال مع التوصيل، وله قاعدة يعني على الأرض ثقيلة شوي، تستطيع من خلالها تثبيت الجوال على الأسطح. طبعا الآن سوف نقوم بوضع فيديو نستعرض به هذا المنتج. وهو كما ترون المنتج يعني ممتاز وينفع في حالات معينة. وهنا لدينا المنتج الرابع، والمنتج هذا عبارة عن قاعدة بس لكنها ما تحتوي على ستاند ولا أي شيء يعني للجوال، وإنما يعني تشتري قطعة ثانية، هذه القطعة الثانية تشتريها علشان تركب عليها الجوال، وأيضا لازم تشتري بعد قطعة ثالثة عشان تركب الجوال أو الكاميرا عليه. يعني بإمكاننا الآن يعني تحريك ال كما ترون أمامكم، والآن نقوم بتركيب حامل الجوال، وهذا أيضا ما يجي معه لكن يعني عندي أنا متوفر فقلت خلاص بجيبه. طبعا سعر الحامل هذا الحامل الكبير هذا 19 ريال مع التوصيل، وسعر القطعة اللي هو اللي تحرك هذه سعرها 17 ريال مع التوصيل. وبكذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا المقطع، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى اللقاء في فيديو آخر. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.